مسابقة مصر في أرقام، مسابقة يومية حول أهم الإحصائيات المصرية. تقدم الجوائز من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. مصر في أرقام. أعزائي المستمعين، إن الاهتمام بالمعلومات والإحصاءات واستخدامها من قبل أفراد المجتمع يعد في حد ذاته ظاهرة صحية تدل على مدى انتشار الوعي الإحصائي بين الأفراد في المجتمع، كما أنه يوضح الجهود المبذولة من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشر الوعي الإحصائي لدى كافة أفراد المجتمع، وذلك من خلال المسابقة الرمضانية مصر في أرقام. فهي مسابقة إحصائية تقدم للعام العاشر على التوالي، حيث نقدم من خلالها الأرقام والإحصاءات داخل معلومة، وفي كل حلقة معلومة جديدة وسؤال جديد. يعد التعداد الاقتصادي المصدر الرئيسي للمعلومات حول الأنشطة الاقتصادية في مصر، والتي تركز على المؤسسات الاقتصادية في مختلف القطاعات. وينفذ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التعداد الاقتصادي بدورية كل 5 سنوات، ويجري الجهاز حاليا التعداد الاقتصادي السادس لعام 2022-2023 بجميع محافظات الجمهورية، بهدف توفير صورة كاملة عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية وتوزيعاتها الجغرافية، وكذلك توفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي بالدولة. ومن المقرر أن يشتمل التعداد الاقتصادي السادس على أنشطة اقتصادية جديدة، من بينها نشاط التجارة الإلكترونية، خدمات التعهيد والاقتصاد الأخضر، لما تمثله هذه الأنشطة من مساهمة في النشاط الاقتصادي، مما يضمن التواجد على المسار الاقتصادي الصحيح. والآن مع سؤال الحلقة، ما هي الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي يشتمل عليها التعداد الاقتصادي السادس لعام 2022-2023؟ السؤال مرة أخرى، ما هي الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي يشتمل عليها التعداد الاقتصادي السادس لعام 2022-2023؟ جوائز المسابقة مقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقيمتها 30,000 جنيه. الجائزة الأولى 5,000 جنيه، الجائزة الثانية 4,500 جنيه، الجائزة الثالثة 4,000 جنيه، الجائزة الرابعة 3,500 جنيه، الجائزة الخامسة 3,000 جنيه، ومن الجائزة السادسة وحتى العاشرة 1,000 جنيه. ترسل الإجابات مجمعة في نهاية الشهر الكريم على الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو www.kabmas.gov.eg، رابط مسابقة رمضان. الموقع مرة أخرى www.kabmas.gov.eg، رابط مسابقة رمضان. ونوجه عناية حضراتكم إلى أننا سوف نتلقى الإجابات من نهاية الشهر الكريم وحتى نهاية شهر مايو عام 2024، مع أطيب الأمنيات. بحظ سعيد لكل المستمعين. كنتم مع مسابقة مصر في أرقام، مع تحيات وفاء زكريا وأدهم عزام.